الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم في حقل النظرية الاقتصادية الجزئية البسيطة توازن السوق لسلعتين Equilibrium in two commodity market. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. توازن السوق لسلعتين، لنفترض بأن هناك سوقا لسلعتين، السلعة الأولى X والسلعة الثانية Y. تتوافر لدينا معادلات الطلب والعرض عنهما. قد تكون السلعتان بديلتين complementary أو متممتين substitute. أي معنى هون complementary، لاحظوا أنه لا يمكن استهلاك إحداهما من غير الأخرى. متممتين يمكن استهلاك إحداهما مكان الأخرى. لنفترض بأن معادلة الطلب للسلعة الأولى X كانت كما يأتي. الآن هذه معادلة الطلب للسلعة الأولى Q sub DX تساوي 476 سالب 6 PX سالب 2 PY، معادلة الطلب للسلعة الأولى X. وأن معادلة عرض السلعة الأولى كانت كما يأتي. الآن هذه معادلة عرض السلعة الأولى Q sub SX، هنا الطلب demand، هنا supply S، تساوي سالب 130 زائد 6 بي اكس. وان معادلة الطلب للسلعة الثانية كانت كما يأتي كيو سب دي واي، الان معادلة الطلب للسلعة الثانية واي تساوي 358 سالب 2 بي اكس سالب 4 واي. واخيرا معادلة عرض السلعة الثانية فكانت كيو سب اس واي، معادلة العرض للسلعة الثانية تساوي سالب 62 زائد 6 بي واي. نعيد كتابة المعادلات الأربع كما يلي. الآن هذه معادلة الطلب للسلعة الأولى 476 سالب 6 بي واي سالب 2 بي سالب 6 بي اكس سالب 2 بي واي. ومعادلة العرض للسلعة الأولى تساوي سالب 130 زائد 6 في بي اكس. معادلة الطلب للسلعة الثانية تساوي 358 سالب 2 بي اكس سالب 4 واي. وأخيرا معادلة العرض للسلعة الثانية تساوي سالب 62 زائد 6 بي واي. الآن هذه معادلة الطلب للسلعة الأولى، هنا معادلة الطلب للسلعة الثانية، هنا معادلة الطلب للسلعة الثانية، هنا معادلة العرض للسلعة الأولى، معادلة الطلب للسلعة الأولى، معادلة العرض للسلعة الأولى، معادلة الطلب للسلعة الثانية، وأخيرا معادلة العرض للسلعة الثانية، معادلة الطلب للسلعة الثانية، معادلة العرض للسلعة الثانية. إذا خربطت بالكلام أرجو أن تعذروني. نلاحظ بأن السلعتين هما متممتان، لأن زيادة، لاحظوا السلعتان هنا متممتان، لأن زيادة سعر إحداهما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الأخرى والعكس صحيح. أرجو التدقيق بذلك من قبل الأحباء الطلبة والمتابعين. نكمل طريقة الوصول إلى التوازن. نقوم بمساواة معادلة الطلب مع معادلة العرض للسلعة الأولى كما يأتي. الآن هذه معادلة طلب السلعة الأولى 476 سالب 6 بي اكس سالب 2 بي واي تساوي معادلة العرض للسلعة الأولى اللي هي تساوي سالب 130 زائد 6 بي اكس. أي أن الآن 476، لاحظوا هنا سالب 6 بي اكس سالب 2 بي واي بقيته، فهذا الجزء فقط يساوي هذا الجزء اللي هو سالب 130 زائد 6 بي اكس. نجمع العبارات التي تحتوي على مجاهيل متشابهة. الآن لاحظوا هذا مجهول بالنسبة لدينا أو بالنسبة لنا يعني، وهنا هذا مجهول وهذا مجهول، فنجمع المجاهيل المتشابهة في جانب واحد. الآن 470 أضفنا إلها في الطرف الأيمن هنا سالب 130 أصبحت موجب 130، وهنا سالب 6 بي اكس، هنا هذه الموجب 6 بي اكس عندما ننقلها للطرف الأيسر تصبح سالبة، والآن نقلنا هذا إلى الطرف الأيمن. ما يعني الآن بأن المجموع هنا 606 سالب 12 بي اكس تساوي 2 بي واي. الآن بقسم الطرفين تساوي على 2 نحصل على ما يلي. هذه الآن 303 سالب 6 بي اكس تساوي بي واي. إذن هذه الآن تعرفنا على سعر بي واي بدلالة المجهول بي اكس الذي طبعا سنحسبه بعد قليل، لكن هذا بتهون علينا الحساب، لأنه الآن تعرفنا على بأن سعر PY يساوي 303
سالب 6 بتسع البي اكس المجهول والذي سنكتشفه بعد قليل. سنستخدم هذه النتيجة في حساب التساوي الثاني كما يأتي. الآن هذه النتيجة بي واي أعوض عنها بهذا المقدار فتصبح الآن 300. طبعا هذه معادلة الطلب على السرعة الثانية 358 سالب 2 بي واي سالب 4 عفوا سالب 2 بي اكس سالب 4 بي واي تساوي معادلة العرض للسرعة الثانية تساوي سالب 62 موجب أو زائد 6 بي واي. الآن سنعوض، نعيد كتابة آخر نتيجة. هذه آخر نتيجة، أي بمعنى آخر أن هذا الجزء يساوي هذا الجزء، فمنلاحظ 358 سالب 2 بي اكس سالب 4 بي واي يساوي سالب 62 زائد 6 بي واي. فنجمع الآن، ننقل هذا إلى الطرف الأيسر هنا، فتصبح 358 زائد 62، وهنا يبقى هنا هذه القيمة تبقى هنا سالب 2 بي واي، ننقل 4 بي واي سالب على الطرف الأيمن تصبح موجبة، فبالتجميع تصبح لدينا القيمة التالية أو النتيجة التالية 420، يعني جمع هاتين القيمتين يساوي 420، وهنا سالب 2 بي اكس تساوي 10 بي واي بقسمة الطرفين على 2 نحصل على ما يلي 210 سالب بي اكس يساوي 5 بي واي. اذا الان بي واي لوحدها تساوي حاصل قسمة 210 على 5 يساوي 42 وحاصل قسمة 1 على 5 يساوي 5 في بي اكس. اذا لدينا الان قيمتين لبي واي، القيمة الاولى التي ذكرتها قبل قليل وهذه القيمة، وبالتالي يعني سيكون الحل نهائي هين جدا. الآن من التساوي الأول حصلنا على اللي ذكرتها 303 سالب 6 بي اكس يساوي بي واي، ومن التساوي الثاني حصلنا على 42 سالب 5 بي اكس يساوي بي واي. إذن هذه القيمة تساوي هذه القيمة، أي أن 303 سالب 6 بي اكس هنا تساوي هذه القيمة، لأنه هنا متساويتين على الطرف الأيمن من المعادلة، فتساوي 42 سالب 5 بي اكس، أي أن الآن 261 تساوي 5.8 بي اكس. إذن بي اكس يساوي 261 مقسم على 5.8 ويساوي 45. إذن سعر السلعة الأولى التوازني يساوي 45. ما يعني الآن نعيد كتابة آخر نتيجة بأن سعر السلعة الأولى X التوازن يساوي 45. نعوض 45 الآن في إما المعادلة الأولى التي استخدمناها قبل قليل، هنا أعيدها، إما في المعادلة الأولى أو في المعادلة الثانية. الآن نعيد أوكي بالتعويض عن قيمة بي X يساوي 45 في إما المعادلة الأولى أو الثانية، نحصل على قيمة بي واي كما يلي، بتكون نتيجة نهائية 33. بي واي تساوي، نعوض في المعادلة الأولى 303 سالب 6 بي اكس يساوي 303 سالب 6 في 45 ويساوي 33. إذن السعر التوازني الثاني للسرعة الثانية طبعا يساوي 33. الآن نعوض 45 33 بمعادلة الطلب والعرض حتى نحصل على الكميات التوازنية. الآن نعوض كما ذكرت بي اكس يساوي 45 وبي واي يساوي 33 في معادلتي الطلب والعرض لكل سلعة كي نحسب الكمية التوازنية من كل سلعة. هذه طبعا المعادلة الأولى معادلة الطلب للسرعة الأولى تساوي 476 سالب 6 في السعر التوازني للسرعة الأولى سالب 2 في السعر التوازني للسرعة الثانية يساوي 140، وكذلك أمر هنا، هاي الكميات المطلوبة تساوي الكميات المعروضة، سبحان الله تساوت 140 140. بالنسبة للسرعة الثانية هنا معادلة الطلب أدت إلى أن يكون الكمية التوازنية 130 ومعادلة العرض بالتعويض تساوي 130. إذن لاحظوا أنه هنا 140 140 130 130 مقابل أسعار 45 33 45 33. هذه الآن منظومة السلعة الأولى وهذه منظومة السلعة الثانية. التمثيل البياني الآن على المحور الأفقي الكميات المطلوبة والمعروضة من السلعة الأولى، وعلى المحور العمودي أسعار السلع المطلوبة وطبع السلع المطلوبة والمعروضة، وهنا منحنى الطلب Q sub X، منحنى العرض S sub X، بيلتقوا في نقطة اللي هي طبعا هنا تتبلور كمية توازن 140 كما ذكرنا،
والسعر التوازني يساوي 45. بالنسبة للسلعة الثانية الآن على المحور الأفقي، الكميات المطلوبة والمعروضة من السلعة الأولى، على المحور العمودي أسعار الكميات المطلوبة والمسعورة من السلعة الأولى، هذا منحنى الطلب للسلعة الأولى ومنحنى العرض للسلعة الأولى، فبيلتقوا في نقطة واحدة تؤدي إلى يعني بروز أو ظهور أو تبلور الكمية التوازن اللي هي 130 كما ذكرت قبل قليل مقابل السعر التوازني 33. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، شكرا لكم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الرحمن.